100%. اوكي، اذا هون هون يا جماعه، بس نرجع ونأكد هون انفليكشن بوينت سالب 2 اف سالب 2. طيب هلا قديش اف سالب 2؟ هي بذكركم باف الاكس. اف الاكس اللي هو عباره عن اكس اي كو اكس. اذا اف سالب 2 سالب 2 في ايكو سالب 2 100% هي عباره عن سالب 2، والسالب 2 ايكو وسالب 2، او اللي هي نفسها عباره عن سالب 2 على اي تربيع. يعني مش مشكله، خليها هيك حاليا. اوكي يا جماعه، هلا انا راح بس لخص هيك الامور بالاحمر لحتى نعرف شو اللي بدنا نعمله، شو اللي بدنا نرسمه هلا. يلا، اول شيء بس شوي الظاهر انه الصوره مش واضحه كثير. اوكي، بعتقد انه هيك احسن شوي. اول شيء بدنا ننسى انه الدومين تاعنا هو ار. هي اول معلومه. ثاني معلومه بدنا ننسى انه احنا الفانكشن تاعنا الرسمه تاعته حتمر بال 0 0. بدنا ننسى انه اف از نوت ايفن واز نوت اود. نيذر اود نور ايفن. بدنا ننسى كمان انه هون كان انه احنا ما في عندنا اي فيرتيكال اسيمتوتس. هاي الاشياء اللي هلا عم نحط عليها بلوك بدنا نراعيها كلها هلا لما نيجي نرسم. بدناش ننسى انه احنا في عندنا هوريزونتال اسيمتوت ات واي ايكوال 0. وبدناش ننسى انه اف، اذا بدك هدول بنكتبهم بالاحمر، اف انكريزنج او از انكريزنج اون ماينس 1 للما لا نهايه. احنا بنكتبها بالعاده مفتوحه من الجهتين. مفتوحه اه مفتوحه من الجهتين. بالضبط. واف is decreasing on minus ما لا نهايه minus 1. بدناش كمان ننسى انه احنا في عندنا local minimum عند هاي النقطه. لوك. وبدناش ننسى انه احنا عندنا inflection point عند هاي النقطه. وانه f is concave up on minus 2 للما لا نهايه and f concave دم on minus ما لا نهايه للماينس 2. كل هاي الاشياء اللي انا حطيت عليها بلوك بالاحمر او كتبتها بالاحمر يا جماعه هلا بدنا نراعيها لما نرسم. حضر لي ببالي وببالكم. هاي اول شيء. قبل ما اكمل الرسمه كرسمه، حدا عنده اي سؤال؟ اي سؤال؟ تمام. هلا شغله يا جماعه رح بتساعدنا لما نرسم هي الفكره اللي احنا بلشنا فيها لما بلشنا نحكي عن الرسم، انه اخذ ثلاث خطوط اف برايم اف دبل برايم واف. بذكركم انه احنا هون بهاي لما هون اجينا هلا حطينا اف برايم كان عندها النقطه اللي هي ماينس 1، يعني هون عند الماينس 1 كان في شغل عند الاف برايم. فانا هلا هون رح برجع بحط هاي النقطه هون، هاي ماينس 1. نفس الحكي لما كنا عم نحكي عن الاف دبل برايم، الماينس 2 كانت بتلعب عند دور، فهي هون حط الماينس 2. لاحظوا ان انا بحطها عند الكورسبوندنج تاعها هون، اف دبل برايم بحطها عند ماينس 2، اف برايم بحطها عند ماينس 1. طيب طبعا احنا هلا هون ما فيش شيء نحسبه، ابدا ما في شيء نحسبه. عند الماينس 1 احنا بنعرف انه هذه هون انكريزنج، هاي موجبه وهي سالبه، وهون بنعرف انها موجبه وهي سالبه، هذا اللي بنعرفه صح؟ هلا ناخذ خطوط نوصل كل شيء مع بعضه. اوكي، هاي هلا هون ماينس 1 ماينس 2. اوكي، هلا هذا هون معناه انه هذا هون ديكريزنج، هذا هون انكريزنج، هذا هون معناه انه كونكيف داون كونكيف داون كونكيف اب. وهلا نيجي نعمل هذا الشيء. يلا، قبل الماينس 2 احنا ديكريزنج وكونكيف داون، اي ربع من الاكس تربيع ماينس اكس تربيع اللي رسمناهم؟ انكريزنج ديكريزنج يا ديكريزنج او كونكيف داون اللي هي الربع الثاني. لا استنى شوي، هلا احنا كونه كونكيف داون اذا احنا اكيد ربع ثالث او رابع، بس دي كونكيف اب ربع الرابع. اذا احنا بالربع الرابع، اذا الرسمه عندنا حتكون بهالشكل. انا هيك عم بعمل ديكريزنج وعم بعمل كونكيف داون.
بعدين لو هذا سمحت، تفضلي. بعد الماينس 2 مش لازم تكون كيب اب؟ بعد الماء ليه؟ اوكي سوري مظبوط، احنا هون اوكي انا عشان فصلناها فرمشه مظبوط، شكرا لك يا اسيل. وهي هذا هون يكون كيب اب. هلا ما بين الماينس 2 والماينس 1 الرسم عندنا ديكريزنج وكون كيف اب، اذا زي اي جزء؟ الأول لا لا استنى شوي، ماضي decreasing و عندك اللي هو الثاني. الثاني يعني كانت شيء بهالشكل هذا. واخر شيء بدنا اياها تكون increasing وكون كيف اب، فهلا يا عماد هي الربع ثاني الاول. الأول مالي هو معلش الساعة صارت واحدة ونص فحقك يعني. لسه بدي اروح اكمل اختم لسه بين الله معلش. اوكي يا جماعة هلا صارت عندنا بهالشكل هذا، هذا بس هون للتسهيل للتوضيح. نيجي هلا نحاول نرسم الرسمة ككل. هي هيك نحاول نكتب الرسمة. اوكي هلا هذا يا جماعة الجزء اللي انا هون رسمته خلوه للاخر. هلا هذا الشيء اللي رح نستفيد منه للاخر. قبل هيك اول شيء اللي بدنا نعرفه، انا عندي الدومين حكينا ار، انا بدي ارسم على كل هاي، انا بدي اشمل كل هاي المنطقه. هاي اول شغله عندك خلوها بريزنتال بالبال. تانجنت حكينا هون هاي شوفوا الدومين ار، فهمنا شو يعني بنشمل كل المنطقه. بدنا نحط الزيرو زيرو. وين الزيرو زيرو؟ هاي انا لازم الفانكشن تاعي يمر من هاي النقطه، فهي الزيرو زيرو رح نحطها بالحسبان تاعنا. الفانكشن لا هو ايفن ولا هو اد، معناها اذا انا في عندي رسمه مش راح اعكس، مش راح اعكس اي شيء، فموضوع اني مش راح اعكس اي شيء بسهل علي فعليا، فاعتبروها ظن. لو انا بدي اعكس كان اوكي لازم اتذكر اني لازم اعكس. ما في عندي فيرتيكال اسيمتوت، ما في عندي فيرتيكال اسيمتوت، يعني معناها انا فيش داعي ارسم خط متقطع عمودي طبعا عند اي نقطه، فانا ما راح ارسم اي شيء، فهي هاي كمان جاهزه. نيجي هلا لهي horizontal tangent. انا في عندي هوريزونتال اسيمتوت مش هوريزونتال تانجنت، عندي الواي ايكوال زيرو. الواي ايكوال زيرو معناها احنا بوين؟ محور السينات يعني الاكس الاكس اكسس. عم بقول لك انه هذا فعليا هو عباره عن هوريزونتال اسيمتوت. حتى رسمتك تكون دقيقه بزياده لازم تعمل له هذا خط متقطع. بفضل يا جماعه يكون معكم اكثر من لون بصراحه بالامتحان لحتى انه شوي توضح انكم فاهمين، يعني فاهمين كيف علي؟ طب بيجي زي هيك سؤال في الامتحان؟ فعليا بيجي، ليش ما يجي؟ بس انت ما يعني ما تسال، انت معك ساعتين وقت امتحان فاينل هذا، فممكن انه يجي. او انت دير بالك كل اللي اشتغلناه مش صعب وبدوش وقت على الاقل لهذا الفانكشن، فاذا اجاك زي هيك فانكشن انت ما حياخذ منك الوقت بصراحه. اوكي طولنا شوي عشان عم نشرح بس هيك. هلا في كمان نمط من الاسئله ببعث لكم اياه اذا بدكم عشان الوقت اوريدي تاخر بتشوفوا، يعني ممكن برضه يجي شايب عليه. اوكي موضوع الهوريزونتال اسيمتوت يا جماعه، ايضا رسمنا الشيء اللي حكى عنه. طيب هلا اوكي يا جماعه بضل عندنا هلا موضوع انه هو انكريزنج ديكريزنج، موضوع الكونكيفيتي هو اللي اوريدي وضحته انا هون، اللي وضحته انا بهدول الثلاثه او بهي اللاين او بهذا الخط، هلا بنرسمهم. بس هلا في عندنا كمان شغلتين كثير مهمات. شوفوا انا بعرف انه انا في عندي لوكال مينيموم عند السالب واحد وعند السالب واحد على اي، تمام؟ شو يعني؟ مين بقدر يحكي فيكم انه اوكي هي لوكال مينيموم من ناحيه، بس من ناحيه ثانيه هي عباره عن ايش؟ بالوضع الطبيعي على الاعلى عباره عن ايه مقعر الاعلى. لا لا انه مش رح نفوت بالتفاصيل هاي لانه هون اوريدي احنا لما انا رسمت دور انا خلص ضمنت انه هو وين مقعر وين لا يعني. بس ليش مهم يا جماعه؟ كمان ايش يا جنان؟ ايه متزايد اظن. اوكي هلا هون يا جماعه الشيء اللي انا عم بقصده اكثر، بغض النظر انه لوكال مينيمم، بغض النظر انه هو انفليكشن بوينت، كون انا في عندي تو بوينتس بحيث انه واحده منهم لوكال مينيمم والثانيه انفليكشن بوينت، اذا الفانكشن برضه رح يمر بهي النقاط. الفانكشن رح يمر بهي النقاط، فاذا انا بالتالي هلا برضه بدي اعين هدول النقطتين زي ما عينت الزيرو زيرو، لحتى لما ارسم احط بالحسبان انه انا لازم امر، لازم امشي بهي النقطتين هدول، يعني امشي بهدول الثلاث نقاط فعليا هلا صرت. اوكي نحاول هلا نجي نعمل نحط الماينس واحد والماينس واحد على اي. الاي هي طبعا عدد موجب بتعرفوها 2.7 وكم، فهذا رقم سالب وهذا رقم سالب، اذا انا بالربع الثالث.
هاي احكوا هون سالب واحد، وسالب واحد على اي هو فعليا رقم اقل من سالب واحد. سالب يعني انت عندك سالب واحد على اتنين تقريبا زي النص، هي تقريبا سالب نص يعني تقريبا. فممكن تحكي انه هي هون سالب واحد على اي اذا بدك. فهاي هي النقطه اللي احنا عندنا، هاي هي سالب واحد وسالب واحد على اي تقريبا. نيجي على هاي سالب اتنين وسالب اتنين اي قوى سالب اتنين. هلا اي قوى سالب اتنين هي عدد موجب، هي واحد على اي تربيع فهي عدد موجب، ضرب سالب اتنين بتصير عند عدد سالب، فبالتالي هذا كمان ايش ماله بربع الثالث. هي هون احكوا سالب اتنين. هلا بدنا نشوف سالب اتنين اي قوى سالب اتنين، هل هي اصغر من سالب واحد على اي فهي هون، ولا هل هي اكبر من سالب واحد على اي فهي هون؟ هذا لنشوف. شو رايكم؟ ايش هي بس ذكرني؟ احنا هلا بدنا نشوف سالب 2 على اي تربيع، هيك نكتبها، هل هي اكبر ولا اصغر من سالب 1 على اي؟ ليش انا عم بسال هذا السؤال؟ عشان اعرف احطها هون ولا هون. هي اصغر، هي اصغر. خلونا بالله مثلا لو انا بدي اخلي هاي بدون إيه، مثلا لو بدي أخلي بحكمنا طريقة إيش بالله بس بعدك ولا كم لأسيل أو عيدي ما بعرف أنا طبعشني عيد. لو أخلي النقطة سالب واحد على إيه، سالب اثنين على اثنين إيه، سالب اثنين على اثنين أوكي. بما إنه الإيه تربيع أكبر من الاثنين إيه فراح تكون هي الأصغر لأنها بالسالب. اوكي ما فهمتش. اوكي الدكتور حكى لنا طريقه انه بتوحد المقامات وبعدين هيك رح نعمل انه هذا الشيء اللي هون رح نعمله. انه هلا برجع على ياسين بس الشيء اللي حكيتيه، بس هون انا عندي سالب واحد على اي وهون عندك سالب اثنين على اي تربيع. لما انت بدك تقارن بين اي كسرين، وهذا الشيء اللي احنا بنعرفه من المدرسه من صف خامس، بتوحد المقامات حلو، بتقارن البسطين او بتوحد البسطين اذا بدك، اذا البسطين موحدات اوريدي، وبتقارن المقامين عشان تقدر تعمل مقارنه. بس ما بينفع تعمل هو البسط يعني البسطين والمقامين مختلفين، ما بقدر اوصل لاي نتيجه. فهلا هون انا سالب واحد على اي وسالب اثنين على اي تربيع، اضرب هاي باي واضرب هاي باي، بتصير هلا هاي سالب اثنين على اي تربيع وسالب اي على اي تربيع. سالب اثنين اصغر من السالب اي، سالب اثنين اصغر من السالب اي فعليا. هي سالب اي 2.7، 2.7 هي أكبر. لا أكبر العكس بالضبط. فأنا عندي سالب 2 على اي تربيع أكبر من سالب اي على اي تربيع فعليا. لأنه أنا الاي يا جماعة الاي أكبر من 2، الاي هي 2.7 مثلا إذا بدكم. خذ السالب اعكس الإشارة، السالب اي أقل من سالب 2 بالضبط، تيجي بين الصفر والسالب 1 على اي يعني 100%. فأنا هون هاي عندي هي عبارة عن سالب 2 على اي تربيع، فهي فعليا اوكي. لو بتمنى لو كنت حسبها من قبل كنت على الاقل بقدر اضبط رسمتها اكثر شوي. اوكي مش مشكله. في الشاشه ايوه اوكي. فاذا احنا هاي النقطه اللي هلا هون صارت عندنا بهالشكل هذا، هاي سالب 2 وسالب 2 على اي تربيع، وهي هاي هون سالب 1 على اي، وهي 0 0 تمام. لاحظوا معي هلا هاي بون رسمناها وهي حطيناها دول الثنتين. هلا ما ضل علي غير اني بس اعمل هدول الثلاثه، هلا ارسم هدول الثلاثه على الرسمه تاعتي. يلا يا جماعه شوفوا، ما بين السالب 2 والسالب 1 رسمتي بدها تكون بهذا الشكل، هي عباره عن decreasing وconcave up تمام. بعتقد انه كلكم تتفقوا معي من النقطتين، انه النقطتين بس وصلوهم بالضبط، يعني هيك وصلوهم بطريقه بحيث انها تكون decreasing وكون كيف اب. فهي فعليا شيء بهالشكل، خلينا نرسم بالازرق عشان تكون اوضح، هي بهالشكل بس شايفين. انا بدي هذا الشكل هيو هيك، وهو نقطتين بس وصلوهم بهالشكل برضه بعطوكم اياه. خلصنا هي اول وحده، نكمل على الصفر. هلا احنا حنكمل لهناك ولهون، خلونا اذبكم بس نشوف قبل السالب 2 يعني من السالب ما لا نهايه للسالب 2. الرسم انا جاي عندي بهذا الشكل زي ما انتم شايفين،
كيف اذا بقدر اعملها بهذا، يعني كيف بقدر هلا اوصلها مع هاي؟ هي بس انك انت بكملها. تعمل بهذا الشكل هاي بهالطريقه هاي. انت هون من سالب ما لا نهايه لسالب 2 انا رسمت هذا الشكل اللي هو decreasing concave down. من سالب 2 لسالب 1 انا بدي اياها decreasing بس concave up، فرسمتها بهذا الشكل زي ما احنا هون لهون فوق حاولنا نعمل. وهلا انا بدي اياها من بعد السالب 1 تكون increasing concave up. انا ما عندي هون اي شرط، الشرط الوحيد انه تمر من الصفر صفر. يعني عليك، يعني عليك انه انا بدي اياها تمر بس من الزيرو زيرو. شو يعني؟ يعني انا بدي اياها تمشي ايش بهالشكل هذا. خلص وانا اكمل بعديها لما لا نهايه مش فارقه معي. بس هذا الشيء ممنوع مثلا تعملها هيك. خلينا نحكي هذا الرسم اللي تحت غلط، لازم تمر بالزيرو زيرو. وهذا هو رسم للفانكشن تاعنا يا جماعه. خلص. طب الهوريزونتال تانجنت شو استفدنا منه؟ ايش هو؟ هوريزونتال اسيمتوت. الهوريزونتال اسيمتوت. الهوريزونتال اسيمتوت. فعليا ما استفدنا منه بالرسم. لا شوي. لا شوي 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 شوي. بلاش أكون غلطت في شيء. منيح سؤال. هي بجوز لازم تقرب منها. منيح سؤال. جهة. صح. هو فعليا الفانكشن ممكن يقطع الهوريزونتال بس الفيرتيكال لا. صح. شوف يا جماعة. سوري. منيح يعني جد شكرا على سؤالك يا. ضل أنسى اسمك بعثر إيمان. نرجع يا جماعة هون بس منيح سؤالك. الليمت ل x إيكو x لما x تقترب من ما لا نهاية. ركزوا كتير منيح. أنا غلطت في شيء بعتذر منكم بس أنتوا هلا راح تجاوبوني عشان أنا غلطت. الليمت ل x إيكو x لما x تروح للما لا نهاية تساوي ما لا نهاية. خلوا هاي أول شغلة ببالكم. والليمت ل x إيكو x لما x تروح للسالب ما لا نهاية طلعت معنا بتساوي زيرو. هاي تاني شغلة. يعني إذا تيجي من السالب من نهاية تقرب على الزيرو. شو اللي غلطت فيه؟ هذا الخط اللي غلطت فيه ولا هذا الخط اللي غلطت فيه؟ لا الشمال. اللي على الشمال. أنا هون. أي ردوا إرجعوا. لما x الفانكشن x إيكو x لما أنا عم بروح للما لا نهاية هيني لما أنا عم بروح هون للما لا نهاية الفانكشن كمان اللي عم بتروح للما لا نهاية فأنا هاي الرسمة تاعتي صح. أنا هون رايح للما لا نهاية بالإكس وأنا عم بطلع للما لا نهاية. هذا المعنى. بس انا هون رسمتي غلط لما صارت هون. انا هون انا عندي x إيكو x لما انا عم بروح للسالب ما لا نهايه انا عم بروح للزيرو. فعليا هين راح اعدل بلون الاسود هون تقرب للصفر. هاي الرسمه لازم تكون هيك. ايوه هيك بهالشكل وهذا هيك. وهذا الجزء اللي فوق انا بعتذر منكم هذا غلط بس نسيت موضوع الرسم الاسود. فرسمتي حتكون اذا بس بدنا نعيد عليها بالاسود عشان رسمنا اكثر من شيء فعليا هي بهذا الشكل من هون وبعديها بتكمل بالطريقة هاد. الرسمة اللي هيك كملت عليها بالأسود هي الرسمة الصح بالنهاية. أوكي يا جماعة مفهوم الرسمة؟ مفهوم شو اللي اشتغلناه ولا في شيء كنت سألوا عنه أو مش مفهوم؟ مفهوم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أوكي يا جماعة إذا ما في عندكم أي سؤال تاني فنقدر أن ننهي لعند هون. إذا في عندكم أي سؤال تاني فأنا قاعد ما علي شيء. ماشي بس يعطيك العافية وهلا بناك معنا. الله يعافيك يا جماعة وكل توفيق يا رب. الله يوفقكم إن شاء الله. تصبحوا على خير.